بتاعكم. ايوه انا بتاع الكميات. ايه ده؟ مش بتاع عينات، انا بتاع الكميات والصفقات. انا بتاع الكميات اهو اهو. عندنا النهارده رز وزيت وسكر وبطاطس وطماطم واللحمه 280. اللحمه البلدي 280. هندعم بلدنا وداعا لجشع التجار. اي حاج اي حاج اي حاج اهو 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 قدامك اهو 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 هنبيع اهو هنبيع اهو اهو هنبيع ونراضي الجميع. ابو 37 بره. احنا بنقول احنا محطمين الاسعار. اهل حلوان الخير في امتي لهم الدين وهنغرق حلوان كلها خير. ده في بطاطس كمان يا باشا. بطاطس اللي بتباع بالبص كميات كميات يا استاذ هاني. كميات وليس عينات. احنا بتوع الصفقات وليس العينات والشو. كميات زي ما انت شايف. بص الزباين هات كده هنا اهو. بص اهو على عينك يا تاجر اهو. على عينك يا تاجر اهو. عم سعد الحاج اللي مشي خدت واحده من وراك وانت مش شايف. خدت واحده وانت بتتصور فيها. طب بص بص اللي طالع. لا ماشي. بكام بكام السكر يا باشا؟ السكر 27 ابو 60 بره. وداعا لجشع التجار. يا حراميه خفوا على الشعب شويه. يا حراميه خفوا على الشعب شويه. يا باشا 29 معاك ماشي 30 ماشي. التوا والبدر رقم واحد. كيلو كيلو. اديني كيلو كده. اديني كيلو كده. اديني يا باشا. خلاص خلاص هو ابو صلاح الجني اهو رقم واحد اهو اهو اهو. الكيلو كيلو كيلو كيلو. خلي الغلابه يا باشا. وانا قلت لك الخير بقى في امتي لهم الدين. احنا براعينا نبيع بما يرضي الله. وصاحبهم لو هيخسر هو مطلعهم صدقه جاريه على ايه؟ على على روح والدته. ايوه وعلى روح والده. مطلعهم صدقه جاريه. فنبيع للناس الطيبه. الناس اهي شعب حنين. شعب طيب عايز ياكل ويشرب. فالتجار بتتجشع. فاحنا اهو ما بنتجشعش يا باشا. وانا مش تاجر. دي صفقه جات لي اقول لاخواتي لا في حلوان. ما اقولش لاخواتي لا. البطاطس بكام عندنا؟ 6 جنيه. الطماطم بكام درجه اولى؟ هات كده هات الطماطم اهو نازله ب 5 جنيه بس. البصل عندنا ب 10 جنيه بس. خمسه؟ اه بخمسه. والبصل بكام؟ ب 10 جنيه بس. البصل ب 10 جنيه بس. ب 10 جنيه حبيبي. ب 10 جنيه بس. عارف يعني ايه ب 10 جنيه؟ خلي الغلابه تاكل يا باشا. راعي الناس ايه يا باشا؟ عامل ايه؟ الله يخليك. تعالى معايا. عينيا اللي تاخدها يا معلم. تعالى اسعار الطماطم والبصل والحاج. بكام الطماطم يا معلم؟ بس اللحمه الطماطم 3 كيلو ب 20 جنيه فرزه اول. حاجه ب 20 جنيه حاجه نمره واحد. ايوه والبطاطس تحمير شيبسون من نقطه حمراء ب 12 ونص. الاربعه كي انضف بطاطس. انضف بطاطس اه. شيبسي وخزين الاثنين. اللي عاوز يخزن يخزن. اللي عاوز يخزن يخزن. اللي عاوز يخزنها يخزنها. تحمير وخزين. طيب اربع شهور وخمس شهور. خمس شهور ب 12 ونص. اللي بتتباع ب 12 ونص وب 12 بس. الاربعه كيلو ب 50 جنيه. وب 12 بس. وب 12 بس. خلي الكلام تاكل. اللي بتتباع ب 17. طب والطماطم يا معلم؟ والطماطم 3 كيلو ب 20 جنيه. يعني الكيلو فرز اول. فرز اول ينقي براحته. فرز اول انضف حاجه. احلى معلم في الدنيا طبعا زي ما احنا شايفين كده يعني. بص شوفوا يا جماعه يعني خير كتير قوي بصراحه. مش عارف اقول لكم ايه والله. خير كتير قوي 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 كمان. الحمد لله يعني الناس بتحب الموضوع والناس حباه والناس بص بص شوفوا اهو. ما شاء الله ما شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاجه جميله قوي. كيلو الطماطم ب 6 جنيه. كيلو البطاطس الاربعه كيلو طبعا ب 12. هو بيتباع بره ب 17 ونص وكده. يتباع هنا ب 12. الاربعه ب 50. اربعه وربع ب 50. وريني 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 البطاطس الحلوه دي. ام نقطه حمراء على راي المعلم بتاع الغلابه. بتاع الغلابه درجه اولى. درجه اولى. ما بنجيبش حاجه من بايصه. الحمراء اهي. والطين بتاع بلدنا اهو. ناس عارفين. ناس عارفين. فين الارض اهي؟ كريم اللي بتطبخ. عارفه ان دي نقطه حمراء. ايه؟
انا بيت بتاع صفقات. ايه بقى حكايه بس ايه بقى بالكميات مش بالعينات، ما بشوقش الناس. دي صفقات الخير لاهلي في حلوان والمعصره وماء والتبين، ما بشوقش الناس واجوعهم. دي الاهلي عشان خاطر التجاره مع ربنا. والتجاره مع ربنا ايه؟ التجاره مع ربنا ايه؟ مكسب. فايه لما في ساعه اخلص صفقه ب 400,000 جنيه ولا اي حاجه؟ ساعه والحاجه اتحرقت زي ما انت شايف اهو. فخلاص خدت رضا ايه؟ خدت رضا ربنا عليا بعد ما جيت من شغلي. خلاص يا باشا. ايوه يا باشا، اشوق الناس على كده، على عينات. اجيب قطعتين وثلاثه اقول انا بتاع صفقات؟ لا يا باشا، كميات ايه والناس واقفه بتاخد. ولغايه 5 كيلو خد. في عندك ايه حاجات؟ بصل. واحد بيقول لك الاستاذ غريب بيقول لك فين المكان؟ فين المكان؟ حلوان، عند مرور حلوان. اشهر مكان في مصر مرور حلوان. هو لو بعيد هيجي بقى تديله كيلو واتنين؟ لا يا باشا، يجي ياخد باكيته كمان. اللي جاي من بعيد وانا واثق اللي هو جاي من بعيد يجي ياخد 10 كيلو كل حاجه. 10 كيلو اقسم بالله 10 كيلو. والبصل والبطاطس والكلام ده لو عايز 50 كيلو هديله. لان بص هات كده الكاميرا هنا وراك على البطاطس. كميات يا باشا، كميات. هات العربيات اللي بتنزل كميات. كميات يا باشا، كميات. فيجي ياخد كميات. الحاجه دي بنشتغل من كل يوم بعد ما باجي الساعه 3 العصر من الشغل. من اول 4 العصر ببدا لغايه 6. لغايه 6 اكون خلصت كل الكميات دي. بقول لك نص الثمن، نص الثمن. وده اللي غشع التجار. بقول لك نص الثمن يا استاذان. ان هنا هنا مبسوطه ايه؟ الاهلي في حد مش مبسوط على الصفقات دي؟ ماشي، انت مش مبسوط دلوقتي على الرز؟ اهو بقول لك مبسوط اهو. مبسوط على الرز، مبسوط على كل حاجه. درجه اولى؟ درجة أولى. ينفع للمحشي؟ بقول لك درجة أولى. التقوى والبدر، الناس عارفة يعني إيه التقوى والبدر. درجة أولى. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، يعني زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، يعني هنا طبعا في طبعا المعلم ينزل طماطم ونزل كمان ل بطاطس وكمان الرز ب 30 جنيه والباكيته 10 ب 300. خلينا نتابع مع حضراتكم هذه التفاصيل وننقلها ليكم في بثات اخباريه قادمه. بنتابع معاكم وبنرصد بالتفاصيل ماذا يحدث في حلوان، اهل حلوان والتبين والمعصره. والكيلو الطماطم حوالي ب 6 جنيه، كيلو البطاطس ب يعني 12 جنيه، وكيلو الرز ب 30 جنيه، ازازه الزيت بيصل ثمنها ل 27 جنيه تقريبا. يعني فرحه عارمه بين الناس، وهي طبعا بتاخد الحاجات من غير استغلال. بنعاني من جشع التجار كثيرا، ولكن الجهات الرقابيه واقفه بالمرصاد لكل هؤلاء التجار. ولكن من الناحيه الثانيه في مبادرات اجتماعيه، مبادرات مجتمعيه بتقدم من قبل الناس. احدهم هو محمد نبيل وشبيه محمد صلاح، اللي طبعا معروف على السوشيال ميديا. بيجيب طبعا الصفقات بتاعته، اللي هو مثلا يجيب عربيه نص نقل فيها مش عارف كام طن ويبيعهم للناس بكذا كذا كذا، ويبقى هو طبعا الراجل ما خسرش، طلعهم زكا صاحب الحاجه. وكمان محمد نبيل خدم الناس ودي شغلانته. وكمان الناس استفادت ان ما فيش حاجه اسمها جدع، جشع تجار، جشع تجار، جشع تجار. عشان كده يا متابعينا الكرام بننقل ليكم كل حاجه جميله وحلوه. بص شوف اهو اهو 600 جنيه كده. ربنا يبارك في كل حد يمد ايده في عمل الخير ويعطي للناس ويعطي للناس خيرا كثيرا. زي ما انتم شايفين كده تفاصيل مهمه جدا. والكيلو ب 30 جنيه الرز يعني 29، فالراجل بيسامح في الجنيه بيسيبه، او ما بيسامحش في الجنيه فبياخده فبياخده فبياخده.
نتابع معكم التفاصيل ونرصد من قلب حلوان، قلب الخير، الجمال الذي يرى. وهنا يرى الجمال في شخصين ثلاثة بيقدموا الخير للناس وبيزرعوا المحبة وسط أهالينا في حلوان والتبين والمعصرة و15 مايو. عشان كده بنيجي ننقل، فضل 10 ثواني، عشان كده بنيجي ننقل لحضراتكم التفاصيل ونرصدها في هذا البث المباشر. شكرا لكم متابعينا الكرام، وإلى أن ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.